جاء رجل إلى الإمام الصادق، هذه الرواية الآن جت في بالي لطيفة. جاء رجل إلى الإمام الصادق: يا مولاي، فلان يقول عني كذا، فلان يقول عني كذا. قال له: زين، أترى لو كان في يدك جوزة، أترى لو كان في يدك جوزة وقيل أنها لؤلؤة أينفعك ذلك؟ قال: لا، هي جوزة. قال: ولو كان في يدك لؤلؤة وقالوا أنها جوزة أكان يضرك ذلك؟ قال: لا. قال: إذا الواقع شوفه أنت، الواقع أنت لؤلؤة لو جوزة. مطمئنة هذه الكلمة جدا سيئة. جدا، يعني إحنا معرضين مرتضى، أنت بتعرف، معرضين للكلام، حتى كلامك على حال المتكامل يقطع ويزيف ويشهر، والتعليقات ما شاء الله السلبية. هذا لابد أن نقول للمؤمنين جميعا، خصوصا المصلحين، خصوصا المتصدين، نعم، والأخص الذين في الواقع يريدون أن يسبحوا خلاف التيار الجارف. أنت لما تريد تسبح خلاف الوضع العام فلا تنتظر إلا القال والقيل، نعم، فلا يحزنك قولهم.